وللناس فيما يعشقون مذاهب. من هذا المنطلق اختار 5 أخوة من محافظة دهوك ومن قضاء زاخو بالتحديد أن يكونون مميزين عن بقية الفنانين، وبما أنهم رسامين لكن اختاروا طريقة تميز خاصة بهم وهي إطالة الشعر، ويحاولون بنفس الوقت أن يدخلون موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول شعر بالعالم. اليوم راح نتعرف على هاي القصة، فخليكم معنا. أنا فارس تمر، فنان تشكيلي من مدينة زاخو، ومن صغري عايش في المدينة. وأنا كنت بالابتدائي أحب الفن التشكيلي من صغري، يعني أحب الفن. كانت الدراسة مو هلقت همي، يعني الهمي الأول والأخير كان الفن، وحتى الأساتذة كان يقولوا لي لازم تكبر لازم تصير فنان، يعني ماكو غير مجال، يعني تصير مهندس أو دكتور هاي بعيدة كانت قبل فنان. يعني هم كان ببالي يعني ما دام الأساتذة دي يقولون لازم يعني أصير فنان. وفتحنا المعارض وطبينا بالإداريات مع الفن التشكيلي، ويا الفنانين كان نشتغل، وشوية شوية الحين صار يعني نفتهم أكثر بالفن وحبينا أكثر الفن، وشفنا يعني فنانين كبار، واشتركنا ويا المعارض بالمحافظات ويا العراق كلها من زاخو للبصرة، وبعدين صار تطور أكثر. طبعا تعلموا الاولاد من الاب الفن، اكيد البيت مملوء بالاصباغ والفراج، فالطفل يعني يتعلم دائما من الاهل، فشويه شويه يتعلموا الرسم من الوالد، وبعد ذلك حبوا ان يتسوون نفسهم مميزين. فشفنا شنو اللي يميز الفنان عن فنان اخر، اكيد هو الشعر. طولنا شعرهم وهم حبوا الفكرة وراحوا للمدارس، المدارس ساعدنا يعرفوا انها عائلة فنية، ساعدونا والحمد لله والشكر بقوا على هاي الفكرة، والحمد لله والشكر شعرهم صار كلش طويل. فرغم ما شافوا شعرهم طول فصارت عندهم فكرة اخرى، يريدون يحبون يتميزون يدخلون مثلا كتاب ارقام القياسية. كلهم زينين وانا فخور بهم وبعقلهم وبطيبتهم بإنسانيتهم، كلهم زينين، وإحنا هم عائلة مريحة الحمد لله. أي واحد يشوفنا هم من إن شاء الله راح يشوف المحبة والإنسانية. إحنا 5 أخوات، أغلبنا طورنا شعرنا فنان كونه مميز، وإحنا تميزنا بشعرنا. بعد ما طورنا شعرنا فكرنا ندخل موسوعة جينيس لأرقام القياسية. أنا اسمي رضوان فارس، أنا أحد من أعضاء جروب 5 ستار، وأيضا شعري طويل.